رياضة ونتكلم بقى شوية في تفاصيلنا. عندنا بقى المنتخب الأولمبي حييناه على صعوده لأولمبياد باريس، ولكن عنده نهائي أفريقيا، مباراة مهمة أمام صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب المغربي. عندنا كمان الميركاتو، في العالم كله شغال دلوقتي نار نار نار. تعالوا نطرح أسئلتنا على أحمد غنيم، محلل الكرة العالمية والإفريقية والمحلية. أحمد غنيم، صباح الخيرات. صباح الخير يا كهيب وعلى كل مشاهدي برنامج 8 الصبح. أحمد، بداية لازم يعني النهاردة عكس كل يوم لازم أسألك على المنتخب الأولمبي. إحنا دايماً بنتكلم على طول، دايماً بنفتتح كلامنا بالكرة العالمية، لكن النهاردة لأنه منتخبنا الأولمبي إحنا سعداء بيه، وهو كمان يعني على الصعيد العالمي أيضاً. بالتاكيد يا هبه، بالتاكيد يعني الحمد لله ان المنتخب الاولمبي تاهل لاولمبياد باريس، بصرف النظر في اكيد بعض التحفظات على اداء ما فيش شك. وتحديدا في الجانب الهجومي، لكن الحقيقه على المستوى الدفاعي المنتخب الاولمبي اظهر صلابه كبيره جدا، وخلفه طبعا حارس المرمى الواعد جدا حمزه علي، حارس مرمى النادي الاهلي الواعد. كلين فالحقيقه شيت. يعني بالحقيقه يعني حارس مرمى واعد جدا، ان شاء الله يكون مستقبل حراسه المرمى في الاهلي ومنتخب مصر، وهو عنده حقيقه الصفات اللي تخليه كمان يتاهل يعني يلعب كمان في اقوى الدوريات على مستوى القاره الاوروبيه. وبرغم التاكيد غدا بين مصر والمغرب لن تكون بالساحه ملعب صاحب الارض المنتخب المغربي، منتخب حقيقه برضه مدجج بلاعب عنده خبرات رغم صغر السن، هو عبد الصمد الزلزولي اللي كان متالق الموسم الماضي مع اوساسون، هو اصلا لاعب لنادي برشلونه. المنتخب المغربي يمكن كان بدايته كانت صعبه بعض الشيء، اللي كان فاز على غينيا بصعوبه شديده جدا في الافتتاح، لكن بعد ذلك حقق نتائج قويه جدا واستطاع الوصول للنهائي طبعا مستعين برضه بعامل الارض والجمهور. يعني اعتقد اهم حاجه اللعيبه يكون ريلاكس جدا، الهدف الاساسي اتحقق في وجهه نظري هو التاهل لاولمبياد باريس، يلعبوا ان شاء الله بهدوء ان شاء الله. انا في وجهه نظري الضغوطات هتكون اكتر على المنتخب المغربي نظرا انه مطالب بتحقيق البطوله انها بتقام على الارض وبين جماهيره، على عكس منتخب مصر. فان شاء الله المنتخب المصري قادر بهذه الصلابه الدفاعيه انه يحقق اللقب. صحيح ان عندنا بعض في وجهة نظري عندنا بعض المشاكل في الناحية الهجومية ممكن نعالجها ان شاء الله في اولمبياد باريس، بان احنا نتفاوض من الان على استخدام النجم الكبير محمد صلاح، يكون من ضمن الثلاثي الكبير اللي يكون متواجد في القائمة المتواجدة في الاولمبياد باذن الله، لكن ان شاء الله بقى وهي دي، ده كان سؤالي والله يا احمد. يعني فكره ان احنا كل يعني كل تاهل لينا وكاننا بنضيع حلاوه التاهل، بان احنا عمالين نفكر طب فلان هينضم للمنتخب الاولمبي، طب مش عارفه ايه، وبنسيب تماما الكلام على نجوم الفريق اللي حققوا الفوز. والله بص يا هبه، اكيد طبعا يعني بقياده ابراهيم عادل وفي اسماء كبيره جدا، وباسامه فيصل في اسماء مهمه الحقيقه قدمت اضافه، لكن انا بتكلم في يعني عشان برضو نكون واقعيين مع الساده المشاهدين، المستوى في الاولمبيك جيمز هيكون غير خالص كاس افريقيا اللي يعني اللي هتختتم غدا، المستوى يكون غير تاني، غير مختلف تاني خالص. وانا في وجهه نظري احنا محتاجين لاعب بقيمه محمد صلاح في الاولمبياد، يعني فرنسا بنسبه كبيره جدا ممكن تستعين بكيليان امبابي نظرا ان هي تريد تحقيق الميداليه الذهبيه على ارضها، لان طبعا الاولمبيك جيمز ستقام على ارضها، وبالتالي احنا برضو يعني في وجهه نظري نبدا التفاوض من الان مع نادي ليفربول انه يتم السماح لمحمد صلاح في الاولمبيك جيمز العام المقبل باذن الله انه يكون متواجد معنا، لان خاصه كمان اعتقد دي ممكن تكون دي كمان اخر دوره العاب اولمبيه ممكن يشارك فيها محمد صلاح، لانه ساعتها كان اعتقد وصل ل 32 سنه، بلس ان احنا محتاجين بالفعل واحد بكبر محمد صلاح في الناحيه الهجوميه، لان احنا عندنا مشكله هبه في موضوع اهدار الفرص، يعني يمكن دي النقطه السلبيه الاساسيه في او اعتقد ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي يعني بيعي لها جيدا، عندنا مشكله في موضوع اهدار الفرص وان احنا بنريد من اقل الفرص يعني تسجيل اهداف، فاعتقد ان ممكن نعمل على القصه دي، وبلاس برضو ان ممكن يكون في ونشتغل برضو لعيبه على الماتشات الودية والتجانس اكتر مع دي افراد نقطه مهمه كويس انت اشرت ليها بالظبط، يا دي نقطه كويس انت اشرت نشتغل على الماتشات الوديه ومش اي ماتشات وديه، تكون مباريات مع مستويات تقيله، لان المستوى اعيد واكرر مش المستوى ماتش في الاولمبيك تدريبة جيمز يعني على فريق ضعيف. بالظبط، لان الماتشات هتكون في الاولمبيك جيمز مختلفه كليا، مع احترامي الشديد لكاس افريقيا المستوى هناك هيكون حاجه تانيه مختلفه خالص. طيب يعني غنيم، احنا اكيد هنتكلم قبل الاولمبيك جيمز في التفاصيل ومين اللي هينضم والكلام ده كله، لكن عايز اسالك على مباراه النهائي، انت شايفها ازاي؟ خاصه احنا عرفنا انه منتخب المغرب بيفتقد جهود مهاجمه الاساسي للاصابه. مباراة صعبة بالتأكيد، ده نهائي يعني 50-50
صحيح ان المغرب يمكن يكون عنده افضليه بعض الشيء من ناحيه العامل العمليه الارض والجمهور، لكن برضه منتخب مصر بيمتلك خبرات كبيره. منتخب مصر وحامل لقب هذه البطوله، يعني البطوله اللي اقيمت في مصر جيل رمضان صبحي وجيل مصطفى، جيل مصطفى محمد، وهذا الجيل هو من توج باللقب على ارضه في النسخه الماضيه، وبالتالي احنا قادرين على تحقيق الفوز. صحيح المنتخب المغربي بيتسلح بعمليه الارض والجمهور وعنده بعض اللاعبين الاسماء المحترمه في القاره الاوروبيه، ولازم لكن نضع احنا في ان شاء الله الاعتبار ان قادرين. دي مواجهة مع فرق شمال افريقيا وبيبقى ليها طابع خاص وحسابات خاصة. حساسيات بالظبط، يبقى ليها بعض الحساسيه، لكن برضو انا متعشم خير في ميكالي الحقيقه. يعني الصلابه الدفاعيه اللي ظهرت، احنا حتى الان الحمد لله هبه كلين شيت، ولا هدف حتى الان استقبله مرمانا في البطوله. المنتخبات ممكن المنافسين ما يكونوش اقوى حاجه، لكن في الاول وفي الاخر في كلين شيت، ما هو المغرب نفس القصه تقريبا زينا واستقبل اهداف. وكلين شيت فان شاء مش الله بنشيد بس بحمزة علاء، كمان بنشيد بالمدافعين. بالظبط، حسام عبد المجيد وحاتم سكر، في حقيقه الاسماء كلها الحقيقه، مش عايز انسى حد طبعا، لان الحقيقه كلهم يستحقوا الاشاده. لكن الحقيقه يعني لا، ان شاء الله باذن الله انا متعشم خير المنتخب المصري. مهمه مش سهله، مهمه صعبه. المنتخب المغربي عشان نكون واقعيين نظرا لعمليه الارض والجمهور بيمتلك افضليه بعض الشيء، لكن برضو المنتخب المصري قادر ان شاء الله انه يصنع الفارق ويحقق الانتصار باذن الله ويفوز باللقب. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا كل التوفيق، وبرضه هسألك على نقاط القوة والضعف في المنتخب المغربي يا غنيم. نقاط القوة بالتأكيد بعض الأسماء المحترفة، يعني علينا أن نعترف يعني بشكل واضح أن موضوع الاحتراف ده وخصوصا في السن الصغير بيفرق أكيد وبيثقل اللاعبين، تحديدا عبد الصابر الزلزولي في مباراة الافتتاح يا هبة، مباراة الافتتاح قدام غينيا كانت مباراة صعبة جدا، وغينيا كمان صعقت المنتخب المغربي قصاد جماهيره أنها تقدمت بهدف صحيح، ولكن بعد كده قوة الشخصية في بعض الأسماء الشابة، وكان أبرزهم طبعا عبد الصمد الزلزولي اللي هو أصلا خريج أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وكان الموسم الماضي كان متألق مع أوسونا، كان بيلعب ليه معار ووصل وساهم لعب دور رئيسي في وصول اساسونا لنهائي كاس ملك اسبانيا ضد ريال مدريد وخسروه بصعوبه 2-1. فانا اعتقد لا، ان يعني بعض الاسماء الموجوده في المنتخب المغربي بتصنع الفارق، والاسماء المحترفه تحديدا، وده اللي بيخلينا النادي بشكل دائم ان احنا نسمح لاعبتنا في السن الصغيره بالاحتراف. نتمنى طبعا ده يحدث في المستقبل القريب باذن الله، لكن ورغم ذلك الارث الكروي بيمتلك المنتخب المصري قادر على التغلب على كل هذه الامور، ونتمنى بس اهم حاجه هبه ان احنا الفرص اللي تتاح لينا نسجلها، لان انا في مباراه النيجر الحقيقه المباراه الاولى الحقيقه أضعنا الكثير والكثير من الفرص بشكل غريب جدا، وحتى في المباراة يعني بس مباراة مع نصف النهائي ضد الوقت دمشق. بنشعر بالفعل ونلمس التقدم في المستوى أنا بالنسبة لي تحديدا على المستوى وتماسك الدفاعي خطوط ومستوى الفريق حراسة والجمل المرمى اللي بتتعمل، بالظبط يعني اللي احنا برضو نحس انه في ثمار ابتدت تطلع. خلي بالك برضو انه اكيد المباراة دي بتدي تقل في الملعب. بالتاكيد بالتاكيد بقى، عشان كده انا بضم صوت لصوتك ان المباريات اللي قدام ان شاء الله الاعداديه الاولمبيك جيمز تكون مع مستويات كبيره، مش عايزين مستويات بالظبط. متوسطه، او يعني لان المستوى ده هيبقى مختلف. فان شاء الله بس بالنسبه لبكره ان شاء الله المنتخب المصري رغم كل في كما اعيد او كان في افضليه بعض الشيء بسبب عمليه الارض والجمهور، لكن المنتخب المصري قادر بالصلابه الدفاعيه باذن الله، واعتقد ميكالي هيكون مقفل يعني مقفل كويس جدا على مفاتيح لعب المنتخب المغرب، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر يعني نحرز اللقب في قلب المغرب باذن الله. بإذن الله، يعني عشان كمان فرحتنا تكمل بإذن الله وهم يفرحونا وهم محتاجين فرحة أكيد قادرين. لأن الكرة المصرية عادت في الفترة الأخيرة من بعد الخيبات، يمكن بدأت إن شاء الله بدأت خاصة في بالحمد لله الأعمار بتبقى فيه الصغيرة. بالظبط، لان كان الشهر اللي فات كان من شهر او من شهرين كاس افريقيا للشباب في مصر، كان النتائج كانت سيئه جدا يعني. فنتمنى ان شاء الله يعني كان بإذن بدات الله بالاهلي منتخب الأولمبي عوضنا. العافيه في عايزة اخبار أنتقل معاك الشباب. بس سريعا لتنفيذ الكاف وما يدور في الأروقة دلوقتي، وكلام بيتردد وأنباء على موضوع دوري السوبر. الحقيقه البطوله بقى اصبح مصيرها غامض يا هبه، موضوع الرعاه فيه مشاكل كبيره جدا، ده واقع. موضوع الملاعب فيه يعني كلام، أنت بتقول إنه قابل للإلغاء؟ هو انه يأجل القرعه يا هبه ده امر غريب جدا. البطوله المفروض تقام في شهر، يعني اصل البطوله لان دوري ابطال افريقيا موجود، يعني بطوله دوري ابطال افريقيا مكمله وموجوده، والفرق المشاركه في دوري السوبر الافريقي هي هتشارك في دوري ابطال افريقيا، فهي القرعه هتتعمل امتى والبطوله هتتعمل امتى، فكل الامور تبقى مفتوحه الحقيقه، وده حقيقه في عشوائيه الحقيقه الاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني حتى يا هبه نموذج بسيط جدا، كاس السوبر الافريقي اللي هو المفروض يعني المفروض يتلعب في شهر 8، حتى الان مش عارفين هيتلعب ولا مش هيتلعب، احنا حتى الان مش عارفين يعني ما يعني المفروض كانت البطوله تتلعب الشهر الجاي، احتمال بيقول لك الاتحاد الافريقي لاسباب غريبه جدا احتمال ياجلها لبعد نهائيات كاس افريقيا اللي تنتهي في شهر فبراير 2023 في كوت ديفوار. فالامور الحقيقه في الاتحاد الافريقي بتدور بشكل غريب جدا. اتمنى البطوله، يعني انا اصلا معترض على البطوله بصراحه، لان البطوله فيها نوع من الطبقيه بعض الشيء، في يعني انا يعني اذا كان الاوروبيين اعترضوا عليها وما نوعها ما اعرفش احنا ليه في افريقيا هنا مصممين ان هم يتعمل، ولكن
واتس يعني ان يعني وات ايفر، خلاص البطوله خلاص هتتعمل ان شاء الله باذن الله، نتمنى انها تقام، لكن اخشى ما اخشى ان موضوع الرعاه يؤثر ان البطوله ممكن لا تقام في النسخات الاولى هذا العام. طيب، طب ماتش السوبر اخباره ايه؟ وهل بالفعل هيقام في السعوديه؟ في كلام قوي انه المفروض مفترض انه يكون في السعوديه، لكن حتى الان احتمال كبير جدا المباراه تؤجل بحسب مصادر موثوقه من الصحفيين الواحد الحقيقه بيثق فيهم، سواء مصريين او من بيغطوا مهتمين بالقاره الافريقيه، احتمال كبير جدا المباراه بنسبه 90% لن تقام في شهر اغسطس احنا المقبل. بنتكلم طبعا على ماتش الاهلي واتحاد العاصمه. واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه. المفروض مظبوط. كان 11 11 12 13 او طبعا 11 او 12 او 13 اغسطس، اغسطس بالظبط، لكن هو بنسبه كبيره ولحد دلوقتي لم يتم التأكيد، وفي محاولات ان هو يقام في السعودية. يعني نتمنى انه يكون في وقته، لان رزنامه المباريات هيبقى مضغوطه جدا. يعني يعني احنا عندنا في دوري السوبر الافريقي لو اقيم، في دوري ابطال افريقيا، في الكونفدراليه، في كاس عالم الانديه، في كاس افريقيا، يعني لا الرزنامه مضغوطه بشكل كبير جدا. فليه هو انسب وقت ليه في شهر اغسطس؟ ليه ترحل في فبراير او مارس واحنا اصلا كمان في مصر هنبقى مضغوطين بشكل كبير جدا في رزنامه المباريات؟ يعني طيب غنيم، سريعا بقى الميركاتو. اول حاجه هبتدي معاك بميركاتو المدربين، يعني لما نسمع ان كارلو انشيلوتي دلوقتي معروض عليه منتخب البرازيل واحتمال كبير يترك ريال مدريد، هل هو غاضب بالفعل كما تردد بعض التقارير العالميه في هذا الاطار ان هو طلب مجيء بعض اللعيبه لتعويض بنزيما وده لم يتم؟ فانا برضو عايزه اعرف منك الكواليس في الامر ده، خاصه ان احنا عرفنا انه في تكريس جهود لضم كيليان امبابي ده من جهه، وتم التعاقد مع اردا جولار. نقط سريعة جدا يا هبة. النقطة الأولى، كارلو أنشيلوتي اتفق رسميا مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على توالي تدريب الثلاثية، وبداية من صيف 2024 عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد بحسب تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي نفسه. لم يصدر نفي لهذه التصريحات لا، من كارلو كارلو أنشيلوتي نفسه نفى. ده كان قبل كده، لكن التصريحات الاخيره اللي كانت في اخر 48 ساعه من رئيس الاتحاد البرازيلي بشكل رسمي اعلن ان تم الاتفاق مع انشيلوتي على توالي تدريب البرازيل بدايه من 2024 من صيف 2024 وقال في كوبا امريكا صح؟ بالظبط 2024. بالظبط في كوبا امريكا بالظبط، هيبقى تكون بشكل استثنائي في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي في مدرب جديد لريال مدريد بدايه من صيف 2024 لم يصدر نفي من ريال مدريد او من كارلو انشيلوتي، وبالتالي حتى الان الخبر بالنسبه لي صحيح لانه صدر من مصدر رسمي هو رئيس الاتحاد البرازيلي لكره القدم. فيما يخص كيليان امبابي، تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان كانت غاضبه جدا تجاه اللاعب، قال ان اللاعب اخلف وعوده، احنا لن نسمح برحيل كيليان امبابي مجانا كما يريد في صيف 2024 حتى يحصل على مكافئات الولاء وما الى ذلك امامه اسبوعين، الا ده كل ده على لسان ناصر اداله الخليفي، مهلة كمان. اداله مهله امامه اسبوعين، اما ان يوافق على تجديد عقده اما سيتم بيعه، التفاوض على بيعه. في كلام بحسب برنامج الشيرينجو التلفزيون الاسباني ان ليفربول قد يدخل في المفاوضات وممكن يعرض 200 مليون يورو، لكن انا اشك ان ليفربول يدفع هذا المبلغ الضخم. اعتقد ان كيليان امبابي ممكن نشاهده في ريال مدريد، خاصه ان ريال مدريد بيحتاج مهاجم، ومحتاج مهاجم طبعا بعد رحيل كريم بنزيما، لان خوسيليو مع احترامي الشديد مهاجم اسبانيول اللي قادم يعني ريال مدريد على سبيل الاعاره، لاعب كبير في السن 33 سنه 34 سنه، لن يكون هو ليس هو المهاجم الكواليتي اللي يحتاجه ريال مدريد. فاعتقد ان ممكن نشاهد كيليان امبابي في ريال مدريد. ده ملخص فيما يخص الاحداث الاخيره فيما يتعلق بريال مدريد. طيب، يعني هل انه على رأس القيادة الفنية دلوقتي اصبح هو لويس انريكي، هل ده ممكن يغير من الامر شيء بالنسبة لرحيل بعض النجوم الاعرب وان هم عايزين يتركوا البي اس جي؟ اعتقد لا، لان واضح جدا ان الاداره الحاليه لباريس سان جيرمان ادركت ان سياسه تدليل النجوم ضيعت حلم الفريق فيما يخص التتويج بدوري ابطال اوروبا. الفريق كان في الموسم الماضي عنده في الهجوم كيليان امبابي، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، خط الوسط كان فيه فيراتي، في اسماء كبيره جدا، خط الدفاع ماركينيوس، حراسه المرمى جاليوجي دوناروما احسن حارس ايطاليا واحد من احسن حراس في العالم، وفي الاخر الفريق كان اخره دور 16 في دوري ابطال اوروبا. فانا اعتقد ان الاداره ادركت ده، وده تصريحات ناصر الخليفي. ناصر الخليفي قال نص نهيبه يعني في المؤتمر الصحفي لويس انريكي ليس هنا، لم يعد هناك لاعب اكبر من النادي يعني، وبالتالي واضح جدا الاشاره كانت واضحه جدا وقال ان ان ما فيش حد اصلا في البي اس جي هيرحل ببلاش، ودي كانت كفيله ان هي ممكن يكون في طياتها كده بعض المعاني الاخرى. غنيم سريعا عشان بس نجمل للسادة المشاهدين أبرز الصفقات اللي حصلت، هاري كين ليه صفقته متأخرة لحد دلوقتي وانتقاله رغم وجود عروض مقدمة بالنسبة له؟ والسوشيال ميديا الأجنبية كلها دلوقتي عاملة كوميكسات بالمعنى الصحيح وبالمعنى الحرفي على تعاقدات ليفربول وآخرهم سوبوسلاي،
فانا عايزه اتوقف معاك عند الموضوع ده، هل التعاقدات الخاصه بليفربول مثلا متوقفه على ماديات بعينها ولا ايه؟ يعني ايه الكاتيجوري المنتظر ولم يتحقق؟ فيما يخص هاري كين، هناك اتفاق على الشروط الشخصيه في عقده بين اللاعب وبين بايرن ميونخ، لكن حتى الان توتنهام مصمم ان 100 مليون يورو مقابل بيع هاري كين، وانا في وجهه نظري شايفه ده مبلغ كبير. هاري كين واحد من اعظم المهاجمين في وجهه نظري في تاريخ الدوري الانجليزي كله، هو حاليا الهداف رقم 2 في تاريخ الدوري، لكن المشكله تبقى ان هاري كين حاليا دخل على 31 سنه، ف100 مليون يورو في مثل هذا السن اعتقد كان رقم كبير. بايرن ميونخ بيحاول يتفاوض، ويمكن يعني هو شرط توتنهام اتحقق، يعني توتنهام ما كانش عايز يبيعوا النادي جوه انجلترا، وادي جه النادي من خارج انجلترا، فنشوف ايه يعني الشد والجذب هيوصل ليه، هل سيتم بيعه او لا يبيع. حتى الان بالنسبه لي 50 50، يعني 50% ممكن هاري كين يكمل في توتنهام حتى نهايه عقده في ليفربول 2024 سريعا. او يرحل. بينما في خصوص ليفربول تعاقدات ممتازه، حتى الان التعاقدات ممتازه وباسعار معقوله جدا، يعني ماك اليستر طب ليه ب 36 مليون التقليل باوند. منها لهذه الدرجة؟ لا لا لا، انا في وجهه نظري من يقوم بالتقليل ده يعني لا، يعني لا، انا شايف ان التعاقدات ممتازه، بس هو ليفربول ينقذه تدعيمين على الاقل في مركز الظهير الايمن وفي خط الدفاع يعني، لكن في خط الوسط كان محتاج هذين التعاقدين بشكل قوي جدا، لان احد اسباب نكسة ليفربول في الموسم الماضي كان خط وسطه، فاعتقد لا التعاقدات في وجهة نظري ممتازة، وممتازة جدا من جانب إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب. هختم معاك برغبة جوارديولا ان هو يتعاقد مع فرانك دي يونج. هو الراجل ده عايز ايه بالظبط؟ يعني عايز يوصل بالطموح لحد فين؟ هو بالتأكيد هو يعني مانشستر سيتي الموسم الجاي هيبقى مضغوط بشكل كبير جدا بعد الثلاثيات حققت الموسم ده، مطالب أكيد بنفس النتائج على الأقل اللي حققها. عنده يعني راحلين سيرحلون، هو مش مقتنع في كالفين فيليبس، فرينك ديونج انه يرحل عن برشلونه صعب رغم ازمه برشلونه الماليه، لكن اعتقد ان رحيل فرينك ديونج هذا الصيف عن برشلونه سيكون يعني صعب، وصعب جدا كمان يعني. انتقالات الدوري السعودي آخرها ايه؟ روبرتو فيرمينو خلاص وصل مدينه جده، في كلام لسه على برناردو سيلفا مش عارفين، يعني في كلام ان المفاوضات مع اللاعب ومانشستر سيتي واصله لمراحل مش يعني مش سيئه، مراحل متقدمه، مش متقدمه ولكن متقدمه لحد ما. النصر خلاص اعلن لويس كاسترو مدربه المقبل، الاهلي يا جدع حتى الان لم يعلن مدربه الجديد، ورغم ذلك قام بصفقتين قويتين، ادوارد مندي حارس السنغالي وروبرتو فيرمينو المهاجم البرازيلي القادم من ليفربول بشكل مجاني. هذا الدوري السعودي لو بنتكلم على يعني اصداء الميركاتو الحقيقي في وجهه نظري هيبه مش اوروبا، الدوري السعودي، الدوري السعودي الحقيقه نجح في جذب الانظار كل العالم، ودليل ان حاليا كبرى الشركات التلفزيونيه في اوروبا بتتصارع حاليا على الفوز بحقوق بس الدوري السعودي بدايه من الموسم المقبل باذن الله. توقعاتك للأهلي والاتحاد والزمالك وفيوتشر سريعا يا غني. الاهلي والاتحاد، الاهلي اعتقد ده اقرب لحقيق الفوز، ويريد حسم لقب الدوري المصري بصوره مبكره جدا حتى يعطي راحه للاعبين نظرا لضغط الموسم المقبل بصوره كبيره جدا. الزمالك وفيوتشر مباراه مهمه جدا، الزمالك لو كسب اعتقد ممكن يوصل مركز ثالث، هو ده اللي عايزه اعتقد اداره النادي في الفتره الحاليه في ظل الموسم السيء اللي عاشه الفريق انه ينهي ثالث، اعتقد ده هيكون امر جيد جدا بالنسبه له. ودوافع فيوتشر قائمه، دافع ده فيوتشر لابد قائمه انا بالطبع، لكن هي التأهل يعني فيما يخص التأهل خلاص للبطولات الأفريقية الموضوع اتحسن خلاص، لكن أنا أعتقد الزمالك أعتقد عنده حافز كبير جدا ينهي الموسم في المركز الثالث، يعني أعتقد ده يكون يعني أفضل شيء في ظل الموسم السيء اللي عاشه الفريق هذا الموسم. وقبل مباراة القمة بقى. بالظبط بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا محلل الكرة العالمية والمحلية أحمد غنيم الناقد الرياضي، دايما بنستمتع بحوارنا معاك، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.